أن الدستور الكويتي في مادة 38 قال بأن حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان أن يعبر عن رأيه في القول أو بالكتابة. يعني ما في شك أن الحكم حكم محكمة التمييز الكويتية يخالف لما ورد في الدستور. أنا كمواطن بسيط أخالف، أنا كيف الدستور يمنحني الحق في أن أنا أبدي رأيي وأتكلم وأتحدث بما شئت بغير المخالفة لمعتقدات وللمساس بذات أحد من أي كان في البلد؟ وكيف محكمة التمييز تمنعني، خصوصا بأن محكمة التمييز صنفت بهذا الفعل بأنها جريمة مخلة بالشرف؟ هذه ليست جريمة مخلة بالشرف، وقد تصل أحيانا في بعض الأحيان حسب رأي محكمة التمييز لحرمان المتظاهر من التقلد أو التعيين في بعض الوظائف العامة. كيف تمنعني من الوظائف العامة وكيف تمنعني من حقي في الانتخاب والترشح، وأنت في المقابل تمنحني في الدستور بموجب الدستور الكويتي؟ ولكن سيد أنور، كلنا نعمل من خلاله. ما هي الخطوة المقبلة التي ستتخذ من قبل الحقوقيين والمعارضين لهذا الحكم؟ يعني برأيك هل ستقتصر ردود الفعل على الاستنكار على مواقع التواصل أو الكتابة ضد هذا الحكم، أم سيكون هناك إجراءات على أرض الواقع؟ والله أستاذتي العزيزة، هو لازم يكون هناك إجراء من خلال تصرف محدد، من خلال مخاطبة، من خلال مخاطبة محكمة التمييز الكويتية وفهم المقصود بهذا الأمر بشكل تفصيلي. قد تقصد المحكمة بما قصدت أم هناك مقصد آخر؟ ولكن أنا أتحدث بشكل عام، لا يجوز وليس صحيح أن المحكمة تمنعني أنا كمواطن بسيط أن أنا أبدي رأيي، وفي المقابل الدستور ما قلت لك كذلك تصنف بأنها جريمة مخلة بالشرف. هذه ليست جريمة مخلة بالشرف، والجريمة عرفها القانون الكويتي بأنها تخالف الطبع الشخصي لأي إنسان. نعم. فهناك التصرف في المرحلة القادمة بأن احنا نستفسر ونستعلم من محكمة التمييز الكويتي عن المقصود الدقيق والمعنى الدقيق والحرفي من هذا المنع.